رسائل في عيد رأس السنة الميلادية. يحتفل الناس فيه في آخر يوم بالسنة، حيث تبدأ استعدادات العام الجديد بالظهور على الشوارع والمحلات التجارية، ويتم تبادل التهاني بين العشاق والأطفال، حيث إنهم يجدون في ذلك فرصة للتواصل بعد انشغالات الحياة. وفي هذا الفيديو سنقدم لكم عبارات أو رسائل يمكن أن ترسلها لزوجتك أو حبيبتك بمناسبة رأس السنة الميلادية.